فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم صلاة الجنازة؟ وإذا كان الإنسان في الصلاة وقدمت الجنازة، هل تقطع الراتبة ويدخل في صلاة الجنازة؟ وجهونا في ضوء ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلاهما نافلة، صلاة الراتبة وصلاة الجنازة، كلاهما سنة، فلا يقطع الراتبة لكن يخففها بحيث يبقى من صلاة الجنازة ما يدركه بعد السلام ثم يكمل صلاة الجنازة كالمسبوق. نعم.